دلوقتي هنروح لمنى عشان تطمنا اكتر على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي يا منى. شكرا ليك شاذلي. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئه الارصاد بتتوقع ان الطقس النهارده يكون حار بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحراره على السواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون في فرص امطار خفيفه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، ونشاط رياح بكافه الانحاء. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليكي دكتوره منار، اهلا وسهلا بيكي. صباح الخير على حضرتك استاذه منى، صباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. دكتوره منار، بقى لنا يومين بنقول الطقس حار برغم ان درجات الحراره ما تعدتش 31، وده نسبيا برضو معقول. ليه بنقول عليه حار؟ هل في مثلا رطوبه مخلينا نحس بالحراره ولا ايه؟ هو طبعا وصف الطقس بيرجع ليه معدل درجات الحراره، وبالفعل احنا معظم الكتل الهوائيه اللي بنتاثر بيها هي كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط مرورا كمان بالصحراء الشرقيه، فده بيؤدي لارتفاع نسبي في نسب الرطوبه خلال فتره النهار، وايضا بدانا نحس كمان ارتفاع نسبي في نسب الرطوبه خلال فترات الليل، بدانا نشعر بالاجواء الحاره خلال فتره النهار بالفعل. يمكن اليوم محافظات شمال الصعيد هتشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره بالاضافه كمان لسواحلنا الشماليه، لكن ما زالت درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس خلال فتره النهار على القاهره الكبرى بيكون حار، وطبعا ومحافظات الوجه البحري، ايضا خلال فتره النهار الطقس بيكون معتدل الحراره على سواحلنا الشماليه، اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، هيكون ايضا شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. اما خلال فترات الليل ومع استمرار نشاط الرياح اللي بنلاحظه خلال فترات الليل، بنشعر بالاجواء اللطيفه خلال فترات الليل على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، يمكن بتبقى اكثر كمان في محافظات السواحل الشماليه، الاجواء بتكون خلال فتره الليل اجواء مائله للبروده خلال فتره الليل، معتدله على محافظات جنوب البلاد. بالاضافه زي ما بنقول ان بيبقى في نشاط للرياح مستمر على مدار اليوم خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، سرعات رياح اليوم هتكون ما بين ال 30 وال 40 كيلو متر في الساعه، فده بيساعد على الاحساس بالاجواء الرباعيه اللطيفه خلال فتره النهار، الاجواء البارده خلال فترات الليل، بالاضافه كمان ان اليوم بالفعل في فرص تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد، ويمكن دي بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فالاجواء طبعا خلال فتره النهار بنحس فيها مع طبعا السحب بنحس فيها بنوع من انواع الانخفاض في درجات الحراره، بالاضافه كمان لفرص سقوط الامطار اللي هتكون خفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، قد تمتد كمان الامطار لبعض المناطق من محافظات الوجه البحري، قد تمتد ايضا خفيفه لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكنها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه ممكن نلاحظها في منطقه والمنطقه الثانيه لا. ان شاء الله غدا هنشهد انخفاض اخر في درجات الحراره، كان توصل فيها العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 29 درجه مئويه، يعني احنا مستمرين في الاجواء الرباعيه نقدر نقول المائله الحراره الى الحر. عايزين نتمسك بالربيع اطول فتره ممكنه يا دكتوره قبل ذروه الحر الشديده اللي متوقعين انها تكون لغايه امتى او تبتدي معانا امتى؟ هي طبعا احنا بنبدا نحس اكتر بزياده نسب الرطوبه وارتفاعات في درجات الحراره في بدايه طبعا في شهر 6، خاصه بدايه تاثرنا بمنخفض الهند الموسمي اللي يبدا ياثر علينا في فصل الصيف، وتقريبا بيبقى في 21/6 نبدا نشعر بارتفاع درجات الحراره وارتفاع كمان نسب الرطوبه، يمكن ارتفاع نسب الرطوبه هي اللي بتزود اكتر احساسنا بارتفاع درجات الحراره. اكيد. دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا ليكي. مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف محافظات مصر. نبتدي بطبيعة الحال من القاهرة اللي العظمى فيها 31 والصغرى 19، الإسكندرية 24/17، مطروح 23/16، سيوة 31/17، بورسعيد 25/18، دمياط 24/18، الإسماعيلية 32/18، والسويس 30/18.
العريش العظمى فيها 25 والصغرى 16، طابة 30 19، كاترين 30 14، شرم الشيخ 34 25، الغردقة 34 24، الفيوم 32 20، بني سويف 32 20، والمنيا 32 21. برغم ان النهارده الجو هيكون يعني قليل فيه من الحراره، لكن الاجواء الربيعيه برضو مستمره معانا، وساعات الليل هيكون الجو فيها الطف بكتير. خلينا نرجع دلوقتي لهدير وشاذلي نستكمل باقي فقراتنا. اتفضلي شاذلي. اتفضلي هدير. شكرا ليك يا من.